قدم عجل. عبد الله الشافعي. هذه هي كلمات الصحفي وائل الدحدوح التي صرح بها بعد استشهاد عائلته، كلماته التي خرجت مدفوعة بألم الفقد وحب الوطن. كيف يستقبل المرء فقدان فلذة كبد وبكر وكل شيء في حياته بعد أن فقد بعضا من أسرتي وابني محمود وشارع وآدم؟ كيف يستقبل؟ في اليوم 19 من العدوان على غزة، ودع الدحدوح 12 فرداً من عائلته بالدموع والدم، بينهم زوجته واثنان من أبنائه إثر قصف استهدف مخيم النصيرات. ودع الدحدوح عائلته ثم وقف مرتدياً سترة الصحافة، تلك التي لم تقه من استهداف قوات الاحتلال الغاشم له ولزملائه الصحفيين حين أصابته إصابة عطبت يده، لكنها لم تمنعه من إمساك الميكروفون، ووقف أمام الكاميرا يؤدي رسالته ويبلغ أمانته. واليوم يعاني الدحدوح ألماً جديداً بتوديع ابنه البكر الصحفي حمزة الدحدوح إثر استهداف سيارته وزملائه الصحفيين بقذيفة إسرائيلية، ودعه صامداً كجبل ومتألماً كبركان خامد. إن ولدي بكري حمزة كان من البارين. نعم. وكان شهماً، كان كريماً معطاءً، كان حنونا. الله يرحمه. صبرك الله. هذا هو قدرنا. وهذا هو خيارنا. وهذه هي حياتنا على هذه الأرض. اختبارات كبيرة يعيشها الدحدوح وتعيشها غزة. ومجدوها من هول المصاب، خرجت معلش من قلب وائل. قالها مغيراً مفهومها، فباتت تلك الكلمة موجهة لكل من فقد أحباءه في سبيل الوطن والكرامة. 3 شهور من الدم والأسى والفقد، 3 شهور والدحدوح نموذج لأهل غزة، نموذج لما هم عليه ولما تركهم العالم فيه. قهر وألم والكثير من الوداع، بات الحزن معهم رفاهية. ماذا فعل حمزة وعائلة الدحدوح ليستحقوا هذا؟ ماذا فعلت الأطفال والنساء والمدنيون العزل؟ ماذا فعلت غزة؟ أي قلب يتسع لكل هذا الأسى؟ أي أرض تتسع لكل هذا الدم؟ غداً سيخرج علينا الدحدوح لينقل لنا الواقع وينقل لنا الحقيقة التي صم العالم آذانه عنها. سيخرج دون مهلة ليبكي، دون برهة ليرتاح من هول الفقد. سيخرج جبلا كما كان دوما. ففي الدحدوح نرى غزة التي تمرض وتمرض، ولكنها أبدا لن تموت.